Dizziness or vertigo. في واحد من زملائكم قال دوار ممتاز. ايوه vertigo دوار. يعني sensation. طيب أحد بس يقرأ لي هذا شباب. تفضل فيصل. Vertigo, illusion of movement, ataxia, inability to coordinate movements, walking or extremities, feel as if drunk, non-specific dizziness, light headedness, swimming sensation inside of head, gait imbalance, feeling unsure when walking, okay if sitting or lying down. طيب عادة المرضى يجي يقول لك أنا عندي دوخة. طبعا لازم you have to dig in the history. What kind of dizziness he has? Is it spinning sensation? تمام؟ ولا inability to coordinate movements؟ ولا زي light headedness or swimming sensation inside of head or gait imbalance؟ كل المعاني هذه تندرج تحت الديزنس. طيب فالفيرتيجو تتأكد من المريض انه والله spinning sensation تمام عشان تقدر تقول انها this is vertigo وبعدها تكمل باقي الهستري. دكتور ممكن تشرح معانيها بالعربي الفيرتايكو هذه ما فهمت الانجليزي زين. ثواني خليني بس ارجع عليها. طيب الالوشن اوف موفمنت يحس انه اللي حوله يتحرك. طيب لكن في الواقع ما في شيء يتحرك زي مثلا غرفه تدور حوله تمام الاشياء اللي حوله تدور هذا نسميه فيرتيجو. طيب بعض المرضى يقول لك لا الدنيا ما تدور اللي حولي ما يدور بس احس دوران داخل راسي هذا شيء ثاني ما هو فيرتيجو. طيب هذا واحد. الأتاكسيا زي الدرنك يترنح تمام يعني ما يمشي بخط مستقيم ما يقدر ينسق بين حركاته بين يعني حركات الرجول وما يقدر يمشي مثلا في خط مستقيم. اللايت هيدنس زي الصداع أو الثقل بالرأس تمام. السويمينج سنسيشن انسايد هيد بعضهم كمان يحس انه اللي تحته تحرك زي الامواج تمام. فهذه كلها يعني يسمونها دوخه المرضى ولكنها يعني في الحقيقه ما هي دوران وانما يسمونها دوخه بس لانه يشعر بعدم الاتزان او بعدم الراحه. طيب الجيت امبالانس نفس الشيء انكوردينيشن اوف ووكينج مثلا او مثلا إذا بدأ يمشي بعضهم إذا بدأ يمشي مثلا يحس إنه الأوبجكتس اللي قدامه جامبينج تمام نسميها سيلبسيا. فهذه بعض المعاني اللي المرضى يجيك يقول لك يعني مثلا أحس إنه والله غير متزن أحذف يمين تمام رأسي ثقيل. طبعا هو ما يجي يقول لك رأسي ثقيل ولا أحذف ولا يجي يقول لك عندي دوخة يا دكتور تمام. أنت تبدأ تفصل في الدوخة اسأله إيش نوع الدوخة اللي عندك. أتمنى تكون واضحة. يعطيك العافية واضحة واضحة الله يعني. طيب هذا الهستري اللي المفروض تاخذه واحد يقرأ شباب. تفضل سيف. Evaluation of dizzy patient. What type of dizziness is it? How long does it last? Continuous or episodic? Spontaneous or positional? Duration of vertigo, if episodic? Are there otologic symptoms? Are there focal neurological symptoms? طيب ممتاز. What type of dizziness? خلاص قلنا إنه لازم يوضح لك إيش نوع الدوخة اللي عنده. How long does it last? لأنه بالديوريشن ممكن تشخص المريض إيش عنده بالضبط. فمثلاً في البناين بوزيشنال فيرتيجو lasting 4 seconds يعني ما تعدي أكثر من 5 دقائق تقريباً. طيب إذا مرة كثرت بالنسبة للمنيرز لا
المينيرز ياخذ وقت اطول، ممكن من نص ساعه الى ساعات احيانا. تمام. هل هو spontaneous يعني تجي الدوخة وهو جالس زي اللي في المينيرز مثلا، او positional زي اللي نسميه positional بناء باركزم الفيرتيجو مع حركة الرأس إذا لف يمين أو لف يسار أو انسدح، هذا يصير positional. duration of vertigo كم له تقريبا تجي الدوخة؟ أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، يعني فترة طويلة أو لا، أيام ولا فقط مثلا ثواني اليوم فقط وراحت وما رجعت؟ الشيء الآخر، هل عنده ear symptoms؟ هل عنده earic، ear discharge، hearing loss، tinnitus، earfulness؟ هذه كلها directing that this is most likely the causes the ear or inner ear. Are there focal neurological symptoms؟ هذه مهمة جدا to rule out central causes زي ال stroke. تمام. ممكن يكون عنده weakness of upper and lower, slurred speech, difficulty in swallowing, history of loss of consciousness. All these, it's red flag, and this is most likely central cause. So you have to rule it out. And the treatment is different, and he has to be treated in neurology. طيب، هذه الاوتولوجيكال سيمبتومز ذكرناها تقريبا. الهيرينج لوس، شيء ثاني اذا كان عنده هيرينج لوس، از ات بروجريسيف، از ذير اني سادن سنسوري نيورال هيرينج لوس، از ات كونجينيتال، از ات فلكتويتنج، التينيتس، از ات كونتينيوس اور ابيزوديك، اير فولنس، اير بين اور كرونيك درينج، هيستوري اوف اير سيرجريز اور انفكشن. مهمه كمان الاير سيرجريز، لانه بعض العمليات زي الاستبدتومي او استبدكتومي تسبب لك الفيرتيجو، فهذه واحدة من الأسباب. طيب، الانفكشن بوست مثلا common cold or viral infection، ممكن يكون عنده vestibular neuritis or labyrinthitis، هتكلم عنها فيما بعد. طبعا الhearing loss والfluctuation of hearing والtinnitus والearfulness، هذه the main three symptoms في واحد من أنواع الفيرتيجو. أحد يعرف؟ وش معنى دكتور fluctuating hearing loss؟ يعني مثلا وقت الفيرتيجو سمعه يخف أو يقل. تمام؟ وبعد ما تروح الابيزود اوف فيرتيجو يرجع سمعه طبيعي. هذه طبعا الثلاثة سيمتومز هذه مشهورة وين؟ في المينيرز. تمام؟ منيرز يكون عنده فيرتيجو، منيرز نوع من الفيرتيجو. تمام، اسمه منيرز على اسم العالم اللي وصفه. هذا النوع من الفيرتيجو يكون عنده fluctuating hearing loss، وعادة يكون he will lose the hearing مثلا ولا decrease hearing during the episode of vertigo. يكون كمان عنده tinnitus، ear fullness during the episode of vertigo، والvertigo lasting more than almost more than 20 to 30 minutes، أكثر من 20 إلى 30 دقيقة، يعني يأخذ أحيانا ساعة إلى ساعتين، ما هو ثواني ويروح زي البناين بوزيشن vertigo. طيب، فهذه واحدة من الأشياء اللي ممكن تشخص فيها المينيرز. وقلت دكتور ear fullness، إيه يعني إذنه تكون ثقيلة ولا كيف؟ زي tired، يحس بثقل بالأذن. تمام، واضح. طيب، الـ focal neurological symptoms زي الـ طبعا إذا كان secondary to cerebrovascular insufficiency is indicative of posterior circulatory problem. طبعا الـ symptoms ممكن تكون visual loss، ممكن loss of consciousness، numbness especially if one on if on one side مثلا في right upper limb and lower limb، weakness حتى أحيانا في الفيس، numbness في الفيس، weakness especially if في upper أو lower limb، incoordination as if drunk، difficulty in swallowing، slurred speech. هذه كلها علامات this is most likely central cause. طيب، also you have to ask about family history and if there is
hearing loss in the family, vertigo spells, headache or visual auras, gait ataxia or imbalance. All these will guide you, that because some diseases like multiple sclerosis, migraine, headache, أو طبعاً تكون عادة تكون لها جزء central, فهذه تكون عادة running for family. It will short your differential diagnosis. طيب, النستاغموس, one of the features that will happen, or one of the signs that will happen with vertigo. And you have to differentiate between nystagmus that caused by central cause or peripheral cause. طيب, أحد يقرأ هذا الشباب؟ تفضل سلمان. Spontaneous nystagmus from imbalance of signals from the right and left vestibular periphery. The resulting nystagmus is a combined pterygional and horizontal. Alexander's law, increased frequency and amplitude of nystagmus with gaze in direction of first component, reverse effect with gaze opposite to the first component, inhibited by fixation. طيب ممتاز. ميزة النستاغمس في البريفرال كوز, أول شيء إنها عادة تكون تورشنال, تمام. الشيء الآخر إنها فاتيجابل, يعني إنه لو ناظر مثلا يعني فيكست أوبجكت ما يتحرك لفترة طويلة, إيش بيصير؟ تبدأ تلغى وتوقف. Inhibited by fixation نفس الشيء, لو يعني ثبت نظره على شيء ثابت تقريبا ثواني بس ويوقف النستاغموس, ما عاد تتحرك العين. طيب, إذا قلنا إنه الكوز والكوز horizontal nystagmus or torsional, تمام, to be inhibited by fixation, إنها fatigable يعني بعد فترة توقف, تمام. هذه ال peripheral. خلينا نشوف السنترال كوز ايش يسبب. احد يقرا هذه شباب؟ تفضل محمد. Prominent and without fixations can be purely verticals, always central, horizontal, torsional of have some combinations. The role is if the stigmas is vertical, upbeat or downbeat, it is central. For example, not coming from the inner ear. Cerebral spontaneous downbeat with vertical amplitude, increasing with horizontal gaze deviation, or brought out when placed in supine position. طيب, بالنسبة للcentral cause, لو كان عند البيشنت stroke مثلا, ولا vertebrobasilar artery insufficiency, طيب, كلها هذه تكون النستاغمس ايش؟ عادة تكون vertical, rarely تكون horizontal. إذا شفت vertical nystagmus, this is most likely central cause till proven otherwise. طيب, هذا واحد. شيء ثاني, it's not fatigable, it will not stop, it will continue. ثبت نظره على شيء ثابت, ما ثبت نظره, it will continue. طيب, هذه من الأشياء اللي يعني تخليك أول ما تشوف النستاغمس أو نوع النستاغمس أو نوع نسميها رأرة بالعربي, فمن شكل النستاغمس تعرف هل هو central cause ولا peripheral cause. يعني هذه أهم صفتين فيه, إنه vertical, not fatigable, and it will not stop with fixation. تفضل. زاد فضلك دكتور, بس هذه تكون مع with the vertigo ولا symptoms؟ غالبا ان مثلا اذا كان عنده نستاغمس بسبب مشاكل في النظر ومشاكل بالعين, تمام, بس ما يكون عنده vertigo عاده, تشوف العين تتحرك ولكنه ما يكون عنده فيرتيجو. طيب, لكن احنا نتكلم عن البريفرال فيرتيجو, البريفرال كوز اوف فيرتيجو والسنترال كوز اوف فيرتيجو. اذا فيرتيجو مع نستاغمس, يو هاف تو رول اوت سنترال كوز, از ات سنترال اور بريفرال.
تمام؟ واضح، شكرا. طيب now we'll go for behind paroxysmal positional vertigo. أحد يقرأ هذه شباب؟ تفضل عبد الرحمن. Autolytic calcium carbonate crystal become loose and fall into the posterior semicircular canal. Common with the head trauma, older age, and inner ear disease. One of the most common causes of vertigo seen in neurotology clinic, estimated at 20 to 30% of patients. Benign proximal positional vertigo. Then, عندنا autolytic calcium carbonate crystals موجودة في، خلينا بس أخذ المؤشر. طيب عادة تكون موجودة هنا في المنطقة هذه، تمام؟ فطبعا هذا semicircular canals، هذه المسؤولة عن الاتزان في الانر اير في الفيستبيول. فيه الكالسيوم كربونات كريستلز عادة موجودة هنا، فمجرد انها تطلع من المكان هذا او يصير ضربة على الراس مثلا او viral illness or whatever، تمام، or with older age it will be loose and it will go inside the semicircular canal. When it reach this side it will start vertigo. It will feel تمام. فهذه الـ يعني الـ سميها ايش، النظرية وراء البنان بوزيشنال فيرتيجو. طيب بنشوف كيف نفحص المريض اللي كان عنده بنان بوزيشنال فيرتيجو. طيب خلينا نقرأ السلايد هذا وبعدين نشرح الفحص. أحد يقرأ شباب؟ فيصل. Benign paroxysmal positional vertigo, typical complaint, spells vertigo when turning over in bed. Top shelf vertigo. Examine the patient for nystagmus and vertigo in the dixhalbike position, which is head hanging right and left, I think. Vertigo, yes. Vertigo lasts shorter than 1 minute. Geotropic torsional nystagmus with upbeat component, brought on only by positional changes, latency of few seconds up to 45 seconds, fatigues with repeated testing. تمام. طبعا ديكسل باي ايش سويتوا شباب ولا لا في العيادة؟ هذا الدكتور اللي هو يكون على السرير ونتمسك راسه ترفع فوق وتحت بسرعة. أيوة ممتاز. نيجي خلنا. ف... أنا والله بس عن... في بعض الجروبات ما عندهم خلفية صراحة. طيب مفروض إنه إن شاء الله إذا كان باقي عندكم، باقي عندكم تو سيشن ولا وان سيشن؟ باقي وان سيشن دكتور. طيب يا ليت تذكرون الدكتور يسوي لكم إياه. طيب. أبشر. الأهم. طبعا حتى لو تكتب ديكسل بايك مانوفر في اليوتيوب حيوريكم مقطع يوتيوب، مقطع يعلمكم كيف تسوونه، بس ما يفضل انكم تشوفوه في العيادة كمان. فطبعا يكون المريض جالس الشكل هذا، تمام، تلف راسه يمين مثلا وترفعه تقريبا 45 درجة، تمام، بس تتأكد في البداية انه ما يكون عنده مثلا ديسك برولابس either في النك ولا or in the back، لأنه ممكن تسبب له مشاكل فيه أكثر. فإذا كان عنده مشاكل بالظهر أو بالرقبة فممكن تلغي التست ما تسوي. إذن تخلي المريض جالس، تمام، بالشكل هذا، وبعدين تلف راسه لأي جهة، مثلا نبدأ من الجهة اليمين، تمام، ترفع الراس 45 درجة، بعدين تقول له أبغاك تنسدح بسرعة، تمام، راسه طبعا يكون مفروض خارج نهاية السرير بحيث أنه يكون نازل، أو على الأقل إذا كان فيه زي كذا قطعة تكون نازلة عن بقية السرير، فيكون نازل شوية عن السرير. فالهدف الرئيسي إنه يكون بسرعة وميلان الرأس مع ارتفاعه 45 درجة. فمجرد إنه ينسدح ورأسه لاف في اليمين يبدأ يحس بالسبينينج سنسيشن وتبدأ النستاجموس، غالبا تكون هوريزنتال تورشنال، تمام.
زي ما قلنا انه الليتنسي تجلس مثلا ثواني فقط وتختفي، يعني اذا وصلت الى حد 45 ثانية فهذا كثير يعتبر، بس انها تعتبر يعني بالنسبة للسنترال يعني كان ديفرنشيت، فهي فتيقة في النهاية قلنا انه بتوقف. طيب فبعد ما يقولك والله عندي مثلا spinning sensation في الرايت سايد، تمام، ممكن تنتظر لين توقف او انك تبدا الابلي مانوفر. الابلي مانوفر حنشرحها فيما بعد في السلايد الجاي. لو تبغى تكمل التست صار عنده مثلا spinning sensation في الرايت سايد، خليه يجلس تمام مره ثانيه، ارفع راسه 40 درجه، لف راسه للجهه الاخرى اليسار، وبعدين خليه ينسدح بسرعه وانتظر على الاقل 30 ثانيه اللي انت تتاكد انه ما يكون عنده spinning sensation. زي ما قلنا لو كان عنده spinning sensation nystagmus this is positive تكسل بايك maneuver، وبالتالي تبدا الابلي maneuver اللي هو او يسمونها modified ابلي maneuver. طبعا في مثلا لو قلنا هذا في الديكسل بايك maneuver انسدح كان راسه نازل شويه على السرير ولف اليمين مثلا وجاء spinning sensation nystagmus، لازم تنتظر لين تختفي النستاجموس، طيب، أو على الأقل تعدي 30 ثانية تقريبا. لازم تختفي النستاجموس عشان يكون الكريستال ثبتت في مكان محدد. بعد كذا تبدأ تلف الرأس للجهة العكس وهو منسدح، تمام، تنتظر نفس الشيء لين يختفي النستاجموس والفيرتيجو. بعد كذا تخليه يلف على جنبه الايسر مثلا، احنا قلنا عنده كان في الرايت رايت سبيننج سنسيشن، فخلاص الحين صار ايش على جنبه الايسر، يعني اول شيء انسدح اليمين، انتظرنا لين يختفي السبيننج سنسيشن، بعدين لفينا الراس فقط تمام للجهه الاخرى وانتظرنا لين اختفى السبيننج سنسيشن. طيب بعد كذا نروح للمرحله اللي بعدها انه يلتف على جنبه كامل، جنبه الأيسر تمام، كان منسدح على جنبه الأيسر، رأسه حيتحرك معك، حيوجه تقريبا للأسفل كانه موجه للأرض، تمام، تنتظر لين يختفي spinning sensation، بعدين تخليه يجلس ورأسه مرفوع لين يختفي spinning sensation. هذه نسميها ابري منوفر أو modified ابري منوفر. هذه تعتبر treatment لل benign paroxysmal positional vertigo، هي نفسها تريتمنت، هذا زي المانوفر هذا زي تريتمنت. بعضهم يعطيه البيتا هستين عشان يقلل من الاعراض، لكن قليل جدا من المرضى اللي عندهم بناء بوزيشن فيرتيجو يتحسنون على الميديكيشن، اغلبهم يتحسن على المانوفر هذه. وعاده البناء بوزيشن فيرتيجو يعني ما يطول اكثر من اسبوعين، يعني حتى لو ان المريض وقت تمارين قد يختفي خلال اسبوع، لكن هذه تسرع من اختفاء. تفضل فيصل. زاد فضلك، يعني الكريستالز ترجع مكانها ولا كيف؟ ايوه ترجعها لمكانها، الهدف من المانوفر هذه انك ترجع الكريستال لمكانها، تمام، واضح، يعطيك تفضل فيصل. الله يحفظك دكتور. دي هنا وش سوى؟ دي انسدح على جنبه الأيسر، يعني هنا كان على ظهره، شوف الفرق، هنا على ظهره تمام، هنا كمل لف جسمه كامل مع راسه على الجنب الأيسر والرأس صار موجه للأسفل، هنا كان موجه للمنطقة هذه يعني اليسار، الحين الجسد كامل على اليسار والرأس موجه للأسفل، واضح؟ تمام. موجود ترى مقطع، الله يعافيك. سيف تفضل. دكتور الحالة هذه ممكن يكون بالفيرتيجو بس بجهة يمين أو يسار، يكون يونيلاترال؟ غالبا يكون يونيلاترال، بس لو صار بايلاترال طبعا المانوفر هذه ممكن تحل الموضوع، لكنه ما هو 100%. طيب فقد يسوي الاكسرسايز هذا، في كمان اكسرسايز براند الدارف اكسرسايز تقدر تكتب جوجل تمام ويطلع لك اياه، بس هذه المشهوره، هذه اللي بالمنوفر المشهوره. الله يحفظك.
دكتور يعني هو البينال بروكسوسمال بوزيشن فيرتيجو، هذا نوع من الفيرتيجو ولا كيف؟ ايوه نوع من الفيرتيجو. طبعا اشهر نوعين البينال بروكسوسمال بوزيشن فيرتيجو، النوع الثاني منيرز. طيب هذول اشهر نوعين. الانواع الثانيه اما بسبب الفيستيبولار نيورايتس، تمام، وفي نوع كمان نسميه اللابرينثايتس نشرحها ان شاء الله، وفيه الفاريانتس اوف منيرز اللي هو نسميه تومركين الدروب اتاك، ان شاء الله حنمر عليها. الدروب اتاك مثلا يمشي وفجاه يحس انه احد دفه، تمام، او كانه في درجه يعني فقدها وبالتالي كانه بيطيح، بعدين يبدا يرجع يمشي طبيعي. هذه كلها فاريانت من المينيز. سيف تفضل. لا لا ناسي. طيب ما في مشكله. طيب اقرا هذا شباب. تفضل محمد. Life time prevalence of 3.2% in the females and 1.6% in males. Of 100 unselected elderly patients, a prevalence of 9% was reported. Median durations of 2 weeks, female preponderant like reflect the associations of migraine with the BBV, associations of BBV with the hypertension and hyperlipidemia. Vascular damage to the inner ear facilitate detachment of the otoconca. Phone briefing. هذا اللي كاتب المقال. طيب اذا اول شيء البريفلنس في الفيميل اعلى من الميل، تمام. البريفلنس في الالدرلي بيشنت اكثر بكثير من اليونجر بيشنت، تقريبا 9% في الالدرلي بيشنت. الميديان ديوريشن عاده ما يعدي اكثر من 2 ويكس. البنين بروكسيمال بوزيشن فيرتيجو يعني 2 ويكس ماكسيمم ويختفي من نفسه. طيب في الفيميل قد يكون مصاحب للبناين بوزيشنال فيرتيجو المايجرين هيديك. طيب اذر اسوشيشن قد يكون مع هايبرتنشن او هايبرليبيديميا، وهذه بعض الثيوري انه فاسكولار دامج تو ذا انر اير فاسيليتي ديتاتشمنت اوف ذا اوتوكونيا، او زي ما قلنا الكالسيوم كاربونيت كريستلز. طيب الكوزز تقريبا موست تقريبا 49 الى 50% ايديوباثيك، ما حد يعرف. احنا قلنا ممكن يكون تروماتيك، تمام، ممكن يكون فايرال، يعني الباقي تقريبا بس بزي انسفشنسي هذه نسميها سنتر كوز عاده، لكنها قد تسبب لك البناين بروكسيمال بوزيشنال فيرتيجو مع لفه الراس. يعني اذا لفيت الراس لانه الفيرتيبرا بزي الارتري رننج في النك، حركة النك قد يكون في تضيق في الـ أو احتكاك في الفقرات، وبالتالي يضغط على الفيسلز اللي تغذي السيربيلوم وتغذي الانرير، فيصير معه زي البناين باركسيزمال بوزيشنال فيرتيجو. إذا الموست كومون أو نسميه الإديوباثيك اللي هو unknown cause هو الموست كومون في البناين بوزيشنال فيرتيجو. فيصل تفضل. معلش دكتور بس قطع علي النت من السلايد اللي قبل هذا. ايش فيه؟ ايش اللي ما السلايد اللي قبل هذا انقطع علي النت. كنا نتكلم عن ابيديمولوجي بس البرسنتج وال ما فيها يعني شيء، موجوده كلها بالسلايد. طيب الحين جالسين نتكلم عن الكوزز، قلنا انه unknown cause الموست كومون تقريبا 50%، التروماتيك كوز 18%، مثلا طاح على راسه وضرب على الراس، حادث سياره، بعدين تجي الاذر كوزز. ناو ويل جو فور منيز ديزيز. طيب ايش قلنا السيمتومز اللي خلينا نراجع السيمتومز اللي تجي مع المنيز، احد يذكرها؟ fluctuation و يكون from 20 to 30 minutes أكثر. يكون tinnitus و airfulness. tinnitus و airfulness ممتاز.
هذه الـ possible sudden falls نسميها tumor cane crisis، زي ما قلنا انه فجأة كذا يحس انه بيطيح تمام، او انه الارض من تحته يعني نزلت، او انه مثلا هو كأنه نازل على درج انه في درجة عداها تمام، هذا نسميه tumor cane crisis. هذه variant من المنيس. طيب ايوه هذا في البي تي اي. طبعا يفضل اي مريض عنده فيرتيجو تطلب له هيرينج اسسمنت بيور تون ايدومتري تمام. لو نلاحظ في المنيرز شوفوا البي تي اي هذه، طبعا عنده زي اللو فريكوانسي هيرينج لوس. احنا قلنا انه واحد من السيمتومز فلكتويتنج هيرينج، طيب بس في مراحل متقدمه يبدا يفقد السمع فعلا ما عاد يرجع تمام. يعني لو جاك في البداية ممكن يقول لك fluctuating of hearing، أو مثلا لو سويت له immediately after vertigo episode you will find this finding إنه low frequency sensory neural hearing loss، وهذه تعتبر diagnostic for meniere. يعني لو جاك مريض عنده vertigo وذكر لك السيمتومز اللي قلناها tinnitus و earfulness و fluctuating of hearing وسويت له BTA و you found this low frequency sensory neural hearing loss, this is definitely meniere تمام. فعادة تكون هذه after the episode of vertigo or after a long time، يعني ممكن مرت عليه سنة سنتين وعنده المنيرة تمام وخلاص it will be fixed. لكن إذا قلنا تو المنيرة في بدايته تمام، يعني مثلا حصل له أمس ولا اليوم ولا بعد أسبوع، بعد أسبوع سويت له BTA، فقد سوي BTA يطلع normal ما عنده أي شيء، لكن لو سويته مباشرة بعد الفيرتيجو تطلع الابيزود هذا، تطلع الفايندينج هذه تمام. فهذه تعتبر زي لاند مارك او اللي كلو فور دايجنوست اوف منيرز ديزيز. سو قلنا هنا انه ما يهمنا الهيستوباثولوجي، يهمنا الاوديجرام اوف ان لو فريكوانسي سنسري نيورال هيرينج لوس ذات انكريزز دورينج اتاك. هذه في الكالوريك تيست اللي نسميه الالكترونيو نيوروغرافي vestibular paresis or directional preponderance to bithermal caloric stimulation. هذه واحدة من الفحوصات اللي تجرى في الـ vertigo patient. طبعا يحط بال يحقن زي الماء الدافي تمام مرة في القناة الخارجية ويشوف الرفلكس، هل عنده نستاجموس، هل تجي vertigo تمام ابيزود. فعادة في المنيز يكون عنده باريسس ما تقريبا ما يشعر فيها ابدا، طيب لا في البارد ولا في الحار، طيب بس ما هي مطلوبه منكم. يعني دكتور اذا سوينا اللي هو البي بي اي مباشره بعد الفيرتيجو يطلع زي كذا تقريبا، ولو تاخرنا لا ايوه تتاخر لو بعد اسبوع مثلا قد يكون يطلع لك نورمال تمام. طيب تضطر انك تقول والله اذا جتك الابيزود تعال لي على طول عياده سوي لك الهيلينج اسسمنت، لكن بعضهم اذا تاخر اصلا بالتشخيص بعد كم شهر او سنه او سنتين يجيك بالخلاص هذا فيكست، يصير عنده سنسري نيورال هيلينج لوس فيكست في اللو فريكوانسيز. تمام يعطيك العافيه. طيب التومر كان فولز كنا about 7 to 10% of meniere disease there associated sudden falls drop attack no warning it's sudden، يعني ما في اي شيء يسبقها. violent fall without loss of consciousness subjective sensation of being pushed by an external force recently noted to be associated with migraine. يعني بعض البيشنت اللي عندهم migraine headache قد يكون عندهم tumor cane falls. surgical ablation is curative of these dangerous and frightening drop attacks. طيب treatment احنا قلنا البناين بوزيشنال فيرتيكو التريتمنت تبعه الابلي مانوفر. طيب في الميز في ميديكال تريتمنت وفي سيرجيكال تريتمنت. الميديكال تريتمنت اللي هو البيتا ستين بيتا سيرك السينرزين تمام. هذه كلها جاست لايك انهبيتنج ذا فيرتيكو. كيف تشتغل هذا؟ طبعا هي فاز في النهايه تمام، فقط يعني تحسن من التلي الدمويه للانر اير وبالتالي تخفف عليه من الفيرتيجو.
surgical treatment. طبعا المينيرز ما تقدر تسوي في different types of surgical treatment. عندنا vestibular neurotomy انك تروح تقطع الفستيبولار نيرف تمام اللي مسؤول عن الاتزان اللي يغذي لنا السيميسيركل كانال والفستيبولز. هذا واحده من انواع التريتمنت. النوع الثاني اللابرينثكتومي تشيل كل شيء، تشيل الكوكليا والفستيبولار سيستم مع بعض. طيب بس انك ما تلجا للابرينثكتومي الا اذا كان المريض خلاص ما عاد يسمع، صار عنده ديف اير سنسوري نيورال سيفير سنسوري او بروفاوند سنسوري نيورال هيرنج لوس، يعني مرحلة أخيرة. بعضهم يسوي اللي نسميها في طبعا يفتح السكالا فيستيبولاي لأنه يكون عنده هاي بريشر في الفيستيبول نسميه الاندولينف يكون اكيوميتد في الفيستيبول وبالتالي ما يتصرف بشكل جيد وبالتالي يروح يفتح في الفستيبيول زي الفتحة عشان يصرف الإكسترا فلويد أو الإكسترا أندولينف. وطبعاً للأسف كلها فيها ريسك أنه he will lose the hearing sensory neural hearing loss forever. فrarely they will go for surgical intervention إلا إذا المريض فعلاً ما عاد يسمع، عنده severe sensory neural hearing loss فما تفرق معه، ولكن اللي يفرق معه أنه خلاص حيتخلص من الفيرتيجو عشان يبدأ يمارس حياته الطبيعية. إذا السيرجيكال أوبشن the last option. في المينيرز. طيب الفيستيبولار نيورايتس أحد يقرأ هذا شباب؟ تفضل عبد الرحمن. الفيستيبولار نيورايتس sub acute onset of vertigo often with nausea and vomiting. Vertigo lasts a few days and crescendo in a few hours and decrease in severity with time. Suspicion for viral causes, but evidence for ischemic causes. Temporal bone histopathology, scrap ganglion neuron loss. طيب الفيستيبولار نيورايتس ميزتها انه ما تأثر على السمع، يكون عنده vertigo بس ما في hearing loss. تمام. لكن اللابرينثايتس ايش الفرق بين الفيستيبولار نيورايتس واللابرينثايتس اذا حد قرا من قبل؟ سيفت اي ثينك دكتور لابرينثايتس انفلاميشن اوف ذا لابرينث فيستيبولار فيستيبولار نيورايتس انفلاميشن اوف ذا ايث كرين ان طيب اخذت الانف انالير صحيح؟ نعم. اللابرنثين سيستم يشمل الكوكليا والفيستيبولار سيستم. طيب لو قلنا لابرنثايتس that mean inflammation or infection داخل اللابرنثين سيستم. طيب فيكون كل الاندولينف انفكتد غالبا تمام، وحيأثر لك على الاثنين، حيأثر لك على السمع وحيأثر لك على البالانس، يكون عنده vertigo with hearing loss. هذا فين؟ في اللابرينثايتس. طيب الفيستيبولار نيورايتس فقط الانفلاميشن او الانفكشن يكون على النيرف نفسه الفيستيبولار نيرف. طيب وعادة فقط تسبب له ايش؟ الفيرتيجو without hearing loss. طبعا اغلب الفيرتيجو سواء منيز بناين بوزيشنال فيرتيجو فيستيبولار نيورايتس لابرينثايتس غالبا اغلب المرضى قد يشتكي من نوزي وفوميتنج. تمام فهذه تجي النوزي والفوميتنج ما هي لاند مارك يعني اي نوع من الفيرتيجو، يجي مع اي نوع من الفيرتيجو. طيب اللي يفرق معنا الهيرينج. تمام الهيرينج والتايمينج عشان تعرف تشخص which type of vertigo. نراجع بس على السريع ان البناين بوزيشنال فيرتيجو لاستنج فور سكندز 2 مينتس عادة ما يعدي 5 مينتس. طيب هذا في التايمينج. المينيز ياخذ من 20 دقيقة فأكثر. طيب الفيستيبولار نيورايتس قد يستمر الى ايام. تمام اللابرينثايتس يستمر الى ايام
طيب الحين نبغى نجي بالهيرينج لوس عشان نفرق، لانه مثلا الفيستيبل نيورايتس واللابرنثايتس قد يستمر الى ايام، كيف الفرق بينهم؟ نقول والله الفيستيبل نيورايتس ما عنده هيرينج لوس، بينما اللابرنثايتس عنده هيرينج لوس. طيب كيف الفرق بين المينيز والبنان بوزيشن فيرتيجو؟ والله المينيز يكون عنده فلكتويشن اوف هيرينج، بينما البنان بوزيشن فيرتيجو ما يكون عنده فلكتويشن اوف هيرينج. تمام، فهذه الاشياء اللي قد تفرق لك بين انواع الفيرتيجو. اذا التايمينج والهيرينج لوس. طيب الفيرتيبرو بازيلر انسفيشنسي، وهذا عاده يكون نسميه سنترال كوز، يعني this is the main arteries that supply the brain stem والcerebellum والinner ear. تمام، هذا الvertebral artery، بعدها يتكون البيزلر artery. فإذا فيه أي occlusion أو clot ولا atherosclerosis in these vessels definitely patient will have vertigo. غالبا في الvertebral artery لو كان فيه مثلا عنده disc prolapse وضغط على أي واحد من هذول، غالبا يكون مع لفة الرأس أو إذا التفت يمين ويسار قد يجيه نسميه الفيرتيجو، لكن you will mix it with benign positional vertigo. فما تعرف هل هو فعلا مشكلة بالإنر إير عنده benign paroxysmal positional vertigo ولا عنده مشكلة في الفيرتيبرال أرتري. دكتور هذا طبعا السلام، هذا اللي السايكل اوف ويلز، سيركل اوف ويلز، يس هذه نسميها circle of wells. طيب فكيف تتأكد أن الفيسلس هذه intact؟ عادة نطلب MRA. تمام، إيش الـ MRA؟ Magnetic Resonance Arteriography. طيب في لها طبعا يأخذ contrast ويدخل فرنين مغناطيسي. طيب وطبعا حيشيك على كل الفيسلز اذا كان فيها كلوتس، اثروسكلروزس، ستينوزس. تمام، فهي ويل ديتكتد. اذا طلع عنده ستينوزس في اي بلاد سبلاي فديفينتلي ذيس از سنترال كوز نوت بريفرال كوز، ف ات ويل بي تريتد وذ نيورولوجي. التريتمنت وذ نيورولوجي عاد يكون انتي كواجولانتس. تمام، او احيانا اذا كان فيه يحتاج سيرجيكال انترفنشن زي الستنت وكذا قد تدخلون نيوروسيرجري. تمام، طيب الفيرتيبرو بازيلر انسفيشنسي ما يجيك بس فيرتيجو الحاله، فهذا يعني كيف تفرق بينه وبين البنان بوزيشنال فيرتيجو؟ يجي مثلا ممكن فيجوال ديبلوبيا، ايلوشن، فيلد افكت، دروب اتاك، امبالانس، انكوردينيشن، ويكنس في الابر اور لور لمب، كونفيوجن، هيديك، هيرينج لوس، لوس اوف كونشسنس، extremity numbness, dysarteria, tinnitus, prioral numbness. فيجيك معه another symptoms. طيب قلنا ليش hearing loss هنا؟ شباب أحد جواب؟ ممكن عشان أضغط على الفيستيبولار نيرف. هو blood supply نفسه، هو blood supply للنير. فإذا انضرب blood supply خلاص النير والداي ولا مثلا يصير عنده ايديما ولا واتيفر. طيب فديفينتلي ويل هاف هيرينج لوس، فهو بيضرب كل شيء، كل دواء ورا البلاد سبلاي يعني اي شيء يغذيه حيضرب. تمام، طيب تقريبا خلصنا. فزي ما قلت لكم الديوريشن اوف فيرتيجو تفرق معك في نوع ال، عندنا الديوريشن والهيرينج لوس عاده تقدر تفرق بين أنواع الفيرتيجو. تمام، إذا في أي سؤال شباب حيخلصنا تقريبا خلاص. يعطيك العافية، ما قصرت يا دكتور. الله يعافيكم. ما في أسئلة؟ سلمان الله يعافيك. دكتور بروكزوز، شو اسمه ذي بروكزوز مال بوزيشنز اللي هو نفسه هو البناين صحيح؟ ولا أيوه هو البناين، نسميه البناين بروكزوز مال بوزيشن فيرتيجو. اها يعني ما عندها انواع هو ثاني؟ لا لا نوع واحد. ان انا عندي برزنتيشن عنه وقعت لها انواع كثيره. لا البناين باركسيزمال بوزيشن فيرتيجو نوع واحد. فيه ديفرنت كوزز كنا
طيب قد سبب لك بناين باراسيزم فيرتيجو. في واحد من السلايدات أظن موجود فيه، ثواني بس خليني أخذ التحضير حق الشباب اللي موجودين على البلاك بورد. طيب خليني أشوف لك واحد من السلايدات اللي كان عليها. طيب هذه قلنا تبعها تمام، لكن البناين باركسيزمال بوزيشنال فيرتيجو هو نوع واحد تمام، عادة قلنا بسبب ايش؟ ايديوباثيك اكثر شيء، هو ايديوباثيك بس الميكانيزم اللي تسببه ايش؟ هنا اوتوليثيك كالسيوم كاربونيت كريستلز بيكام لوز and fall into the posterior cerebellar canal. طيب انت تقصد انه benign paroxysmal positional vertigo either due to posterior cerebellar canal ولا horizontal ولا lateral cerebellar canal؟ ايوه كذا كنت تقصد. ايه ممكن، هو طبعا الكريستالز في اي مكان من نوعها في يعني في اي cerebellar canal تسبب لك benign positional vertigo، وتختلف البرزنتيشن طبعا من كانال الى كانال. عاده الموست كومون وان اللي نسميها اللي في البوستيريور سيمسيرفير كانال. طيب تمام واضح جدا، يعطيك العافيه ما قصرت. الله يعطيك العافيه دكتور، شكرا لك ما قصرت. الله حياك الله وسهلا. الساعة 10 يا شباب يلا. ما في تحضير خلاص، حضر حضر يلا الحين محاضرة. خوفني يا رجال.